الله يسعدكم، يعطيكم العافية يا اخوان. احنا الان وصلنا لنهاية موسم الحج في المدينة المنورة، ونحن الان نازلين ما شاء الله تبارك الله مع مركز 9، وعندهم 10 حافلات مغادر من المدينة المنورة الى بلدهم، ما شاء الله ماسكين الهند وباكستان ونجحوا نجاح واضح اساسا. واليوم خلينا نشوف ايش العمل الميداني اللي موجود في المركزية. خليكم معنا من المدينة المنورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ والله الله يسعدك. ايش قاعد تسوي انت الان؟ قاعد ناخذ كشوفات ونسجل عليها ارقام البساط، ثم يتوزع الجوازات. بعدين هتوزع الجوازات. ايه. علي الان ما شاء الله تبارك الله انت قاعد تسجل على المغادرة ويتم تسليمها للسائق، وبعدها يتم توزيع الجوازات. اسمك؟ حسن شيخ. حسن شيخ. حسينة. قاسم. طيب يا اخوان، بعد ما يتم توزيع الجوازات يتم توجيه الحافلة الى المطار المدينة وتنتهي رحلة المركز. هيا حرك. الله يسعدكم يا اخوان ويعطيكم العافية. كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، اعطونا رأيكم في التعليقات ونقول لكم سلام سلام.